أفادت مصادر أمنية يمنية بقتل قيادي في تنظيم القاعدة في ضربة لطائرة أمريكية من دون طيار في محافظة البيضة وسط البلاد. وذكرت المصادر أن الضربة استهدفت القيادي في القاعدة شروم الصنعاني، وهو على متن دراجة نارية في منطقة يكلا، ما أدى إلى قتله وقتل شخص آخر كان برفقته. وتعد منطقة يكلا معقلا رئيسيا لتنظيم القاعدة في البيضة، وسبق أن نفذت الطائرات الأمريكية فيها ضربات متكررة ضد أفراد القاعدة.